عليكم معشيقات الكروشيه، مرحبا بجميع، نتمنىكم تكونوا بخير في ضمن السيكان والحقائب والحقائب اللي ولاو دابا سويكات، اللي ولاو في طوندونس معروفين بلي كارو. هي كانت شعال هادي، ولكن رجعوا بستيل جديد باكسسوارات جداد. غادي نخدموا ان شاء الله، غادي نقسم لكم الفيديو لجزئين، غادي نخدموا مع بعضياتنا كيفية المربعات. انا كنت بديتهم كاين هاد اللون بالكحل، هادي الارض، نتوما تختاروا اللي بغيتو. كتجي بحال كتجي بومبي بحال هكا. كاين الابيض، باغي ندير جوج الالوان ان شاء الله. فاللوازم عندنا بطبيعة الحال الكروشي رقيق، عندكم الكوردون خدموا بالكوردون، ما بغيتوش تخدموا بالكوردون الصوفة خدوها على جوج كروشي رقيق من طبيعة الحال. غادي نحتاجو لهاد العقادي هادو اسمحوا ليا، والطوندونس هو هذا، يعني سيكان بهاد السميطات هادو، كاينين ديال الجلد، كاينين ديال الحديد، كاين بالصفر، كاين بالبيض. ملي كنساليو البنات ما غاديش نحرق لكم المراحل، اختاريت الاسود باش تشوفوا مزيان كيفاش غادي يطلع، غادي يطلع روعه. الابيض ما يبانش مزيان، البيض غادي نحاول نشوف ليه شي صمت اخرى تكون بالبيض، اما هاد الاسود هذا كيجي روعه عن جد. فبنات غادي ان شاء الله نحط لكم المراحل، يعني سبق ليا بديت. Oh.